السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريان جديد، جاب لكم مقطع جديد يا شباب. السلام عليكم، لا تنسوا لايك والاشتراك. اليوم جايب لكم مقطع اسألني. يوم اسألني نزلت سوري بالانستغرام، قلت لشباب الصورة طلعت لكم بس شباب عدلنا الكلام بالستوري الجاي، ما كنت قاصد اكتب سراويلكم، كنت قاصد سؤالكم. شكرا شكرا. طيب خلينا نشوف أسئلة اليوتيوب. كم عمرك؟ طبعا عمري يا شباب عمري، عطينا نصايح اليوتيوبر المبتدئ. طبعا خلينا أقول لكم نصايح اليوتيوبر المبتدئ. طبعا أنا الحمد لله لي من 2016 أنزل مقاطع، والله قديم. اسمع راح إيش رأيكم نسوي مقطع رد فعل على مقاطعي القديمة اليوتيوبر المبتدئ. تمام، أول شيء لما تكون يوتيوبر انت يعني انت ليش داخل، ليش جاي تسوي، ليش قاعد تنزل مقاطع باليوتيوب، وايش راح يكون محتواك، وايش الفكره اللي راح توصلها للناس. يعني انا الحين انا ما انزل مقطع ايش راح يستفيد منه الناس، ها ايش راح يستفيد؟ فزي هذا المقطع راح الناس تتعرف علي اكثر، هذه الفائده. دائما خلي فيه فكره، ما تنزل مقطع سبهلله. يعني انا لما سويت سلسله ابو فله لي 41 يوم راح يوصل القرش، كان الفكره منه انه يمديك تبدا من اي شيء، حرفيا من اي شيء. زي ما شفتوا جبيد من جوال مره بيض، بدأت من أشياء مرة بيض، بس الحمد لله لو الله ثم هذه الأشياء ما كان وصلت لأبو فلة، ما كان صورت، ما كان شفتوني. فهذه كانت الفكرة، وما توقف إيش ما صار، توكل على ربك دائما دائما، توكل على ربك وحاول إنه تنزل وما تقطع. أهم شيء استمرارية. شوف أنا عارف إني قال 3 أيام، بس والله كنت مشغول قاعد أسوي لكم مقاطع في أشياء مرة مخوة جاية بالطريق يا شباب. فتقول فلا توقف، توكل على ربك، وأهم شيء الاستمرارية، وحاول تطور نفسك. سؤال ثاني، كيف قابلت المشاهير اللي قصدهم ابو فله، محمد نبيل والشباب الطيبه؟ اول شيء حسين بن محفوظ، انا كنت اعرف اخوه من اول، ف الو وين هذا، يلا ارسل لي اللوكيشن، طلعت عليه في دبي. ابو فله ما ادري الصراحه، والله ابو فله طلع لي من ورا الجدار وانا ما ادري. اللي ما شاف المقاطع يروح يشوفها شباب، نزل 41 مقطع روح تابعها. طيب اللي بالاردن، مشاهير الاردن شباب، كان في ايفنت في مول ما راح اقول اسمه، فهذا المول اتوقع انه عرفته انت، فكانوا مسوين ايفنت، فقلت انا ايش سبب استغل الام الفرصه وروح كمل صور فيها السلسله وبس. والله هذه يعني سهله، اسمع يعني حاول تستغل كل فرصه تشوف. واحد يقول لي ليش الصور المصغره حقتك مو حقيقيه، حاول انه تغيرها وتخليها حقيقيه عشان تجيب مشاهدات، او اجيب واحد يسوي لك اياها. اول شيء شكرا على النصيحه. يعني اول شيء انا شباب اسوي صوت الكرسي يا حبيبي، اسكت. ايوه صور الثمنيل انا اسويها زي ما تعرف، انا اسويها واسوي اديت كل شيء. انا قاعد تقول لي تجيب واحد ثاني، اجيب واحد ثاني ما ابغى، لانه لسه انا بداياتي وابغى اعتمد وانا اتعلم واسوي كل شيء. ليش قاعد اسويها مو حقيقيه؟ لانه كذا انا اشوفها، لما اشوف الشيء انا اشوفه يعجبني، الثمنيل هذا فخم، اسال اكثر من احد يقول لي يب فخم واحطه. فما عليكم، قاعد نطور حبه حبه، وان شاء الله مع الايام بتصير أفضل. والحين خلينا نروح على الاسئله اللي بالانستغرام. شوف شباب ما شاء الله الأسئلة يعني مليان. طيب راح نبدأ أول سؤال مع زيد دبي، اسمه زيد دي اكس بي. كم عمرك شباب؟ عمري عمري زائد ما شاء الله جسمك حلو، جيم برو. الحمد لله شباب، لي تقريبا ألعب الجيم لي فترة صراحة. دخل جيم لأنه الجيم عيال، حرفيا أي واحد مو داخل جيم ويقدر يدخل أدخل، والله إن أكثر شيء ممكن يغير حياتك يعني تصير رجال. لا يعني ما لما كنت قبل كنت رجال، بس انه تصير ارجل، فهمت؟ تصير تبجي على قولتهم. كم لغه تتكلم؟ اتكلم انجليزي الحمد لله. واتس يور نيم، هاو ار يو، اقول لهم الحمد لله. وعربي. ايش شعورك لما قابلت ابو فله؟ عيال خليني اقول لكم الصراحه، لما قابلت ابو فله اسمع، انا ما كنت ادري، والله كنت بقول لكم ما كنت ادري. وحي جاني تعال وقف هنا، فجأة قال ابو فله. يا عيال كذا الشعور ملخبط، الحمد لله ايش قاعد يصير كذا. الو شرطه، تعالوا الو شرطه، انا ايش ما ادري. بعدين انا اسال، ما كنت مصدق، كنت ابغى اسال، قلت له ابو فله انت الحقيقي؟ بعدين خلاص تاكد. يا كان شعور الحمد لله انه تعب، كل التعب حق ال 41 يوم خلاص راح. قلت خلاص سويت، خلاص كله كذا نسيت والحمد لله، وخلاص كذا تحت نفسي. سؤال ثاني يقول لك ايش توجه رساله لنفسك في المستقبل؟ شباب المستقبل رساله لكم كلكم، توكل على ربك وبس استمر، سوي حط شيء ببالك ولا توقف.
يعني ما أدري إيش، بس نقول إن شاء الله يعني شيء ممتاز. اللي بعده، برامج اللي تكون مجانية الناس توها مبتدئين. يعني شباب في أدوبي بريمير يمديك تحمله بالطريقة اللي بالي وبالك، أنا اللي مسويها طبعاً. تمام؟ فهذه الطريقة منتج وتعلم من يوتيوب وسوي كل شيء زي كذا. والله والله أي شيء تبغوه، يعني مثلاً أنت تبغى في لقطة ببالك تبغى تسويها، أكتب اللقطة طق طق طق، أكتبها تطلع لك يوتيوب وحط. تمام؟ اللي بعد يقول لك، في أحد شجعك إنك تبدأ يوتيوب؟ السؤال حلو هذا يا شباب، للأسف ما في أحد شجعني. يعني والله والله ما في أحد. أنا لو أنا بديت من نفسي، يعني أنا لو ما بديت سكت لهذا البدايات. أنا أسمع أسوي مقطع أوريكم بداياتي كيف ردت فعل المقاطع القديمة، تمام؟ عشان تعرفوا كيف كنت. فما حد شجعني الصراحة، وبديت خلاص كيف من نفسي، حبة 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 إيه ما صرت اللي تشوفوني يعني. سلمى ليش أبو فلة ما سوالك فول؟ شباب أبو فلة مشترك في القناة. أنت أبو فلة مشترك عندي بالقناة، أنت مو مشترك كيف؟ ومفعل جرس التنبيهات وحاط لايك، وأنت مو مشعل جرس التنبيهات ولا حاط لايك. يعني أنا ماني فاهم. حط لايك اشتراك الله يسعد. هل سؤال ثاني يقول لك، هل تتوقع يوم يجي تكون أقوى من أبو فلة؟ شباب أنا أبو فلة قال لي إنك راح تعداني، وأنا قلت له راح أتعداك وما في شيء مستحيل. وتعهدت وبصمت انه ما راح اقطع عن اليوتيوب باذن الله. فنقول يب ما في شيء مستحيل. يا ابو فلة انا اسف قاعد اشوف. سمعنا اسم ريان شديد؟ اسمي شباب ريان شديد. ريان شديد. السؤال اللي بعده يقول لك، هل انت مرتبط؟ انا مرتبط. يعني شباب ما ادري كيف اصالحكم، بس يب للاسف اني لا مو مرتبط. اكيد مو مرتبط، انا فاضي، انا مرتبط مع اليوتيوب. طيب في سؤال يقول لك، ايش اشياء اللي هتسويها بعد سلسلة ابو فلة؟ زي ما شفتوا الحين قاعد انزل مقاطع زي كذا، الحمد لله يعني هذه المقاطع قاعد تعجبكم. واي افكار تبغوني اسويها اي شيء اكتب لي في الكومنتات او بالانستغرام. وايش راح اسوي السلسلة الحين الحمد لله اللي هي حوالي 31 مشهور، متى راح ينزل المقطع الجاي شباب؟ على بعد بس حينزل تقول حينزل ما عليكم. السؤال اللي بعده يقول لي، كم دخلك في اليوتيوب؟ اوه شباب هذا السؤال، السؤال هذا مره صعب، لانه المشكله بال41 مقطع. كم تتوقع طلعت؟ كم دولار طلعت من ال41 مقطع اللي حقت ابو فلة، او من بدايه ثلاث قنوات؟ يعني اسمع انت لو تحسبها يعني تقريبا 50,000 صفر. صفر ولا شيء، ألا شيء صفر. الله لا قرش. حسوني أخذ فلوس والله قاعد أنزل مقاطع عشان أحب الشيء قاعد أسويه، ما في فلوس ولا شيء. أنتوا شباب كومنتاتكم والأشياء بالقلب بالقلب بالقلب، لايكات كل شيء هذا أحسن فلوس، بس تيجي بعدين شباب. السؤال الثاني، هل راح تسكن بدبي مستقبلا؟ شباب هذه دبي إن شاء الله إن شاء الله، يعني إذا الله كتب لي بوف على طول هناك نصور في القات عند برج خليفة وحركات ونفل. نصيحة للشخص، سؤال اللي بعد يقول لك، نصيحة للشخص اللي ما يصلي. يا شباب أول شيء زي ما تشوفوا أنا أصلا حاط تحت الديسكريبشن، أول ما تنزل روح صلي، إذا ما صليت بعدين تعالكم من البقاء. يا شباب الصلاة أهم شيء ممكن تسويه بحياتك، إنه إذا ما تصلي إيش الفائدة؟ ليش يعني؟ ليه ما تصلي؟ يعني ربي كيف راح يوفقك إذا صليت؟ قرأت قرآن، الحين رمضان جاي لازم تصوم. فالصلاة الصلاة الصلاة بعدين بدك تسوي شيء، يعني كل خمس دقائق. يعني أنت عايش 24 ساعة باليوم، خمس دقائق بس، خمس دقائق يا رجل، ثلاث دقائق، ثلاث دقائق تصلي فيها الصلاة خلاص. حبة حبة حاول تروح المساجد كثير، حاول تروح المساجد كثير عشان تقدر تتعود وتصلي جماعة، ولا تسرع بالصلاة، لا تسرع بالصلاة، صلي على النبي. السؤال اللي بعد يقول لك، هل راح ترجع لمحتوى الالعاب؟ وايش راح تركز على المحتوى في الفترات الجايه؟ فايش هل راح ارجع للالعاب؟ ما اتوقع شباب، ما الالعاب باليوتيوب ماشي، او يمكن اسوي قناه ثانيه، بس الحين لا ما راح انزل العاب، راح استمر على الفلوقات، لانه كانت قناتي كلها العاب زي ما تشوفون، خليت كل المقاطع. يمكن اذا تبغوا نسوي بثوث مثلا بالتويتش او بالتيك توك او اي مكان، فيمكن انه نرجع نسوي، يمكن ابث، انا عندي ابث بالتويتش، ممكن أبث بتويتش أو بالتيك توك وتكون أحسن، يمكن مقاطع ألعاب ما أدري الصراحة، بس الحين لا ما أتوقع. يب هذه كانت كل الأسئلة، يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، شكرا لكم على كل شيء، أحبكم مرة، لا تنسوا تصلي على النبي.
أنت تصلي على النبي صلاتك يا شباب. أهم شيء أهم شيء الصلاة. شكرا لكم على المشاهدة، كان معكم غيان. سلام عليكم باي.